برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة 40 شركة، كلية الهندسة تحتفل بمرور 50 عاماً على إنشائها. بمشاركة خبراء عالميين، انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة عظام الأطفال بكلية الطب. فيتامين دال في ورشة عمل ينظمها كرسي الأمير متعب بن عبد الله لأبحاث المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام. بن لعبون يحاضر عن البعثة الاستكشافية للقطب الجنوبي. وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يزور مركز تقنيات الطاقة المستدامة. أباطيل في الأدب والتاريخ، محاضرة للنادي الأدبي. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. احتفلت كلية الهندسة بجامعة الملك سعود الأحد الماضي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها. رعى الحفل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية، بحضور معالي الشيخ عبد العزيز الخويطر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والدكتور يانس كاركليز مساعد مدير عام منظمة اليونسكو، ومعالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومسؤولي الهيئات الحكومية والشركات المشاركة في الحفل. بدأ الحفل بكلمة لعميد كلية الهندسة الدكتور خالد الحميزي، تحدث فيها عن نشأة الكلية وتطورها وإنجازاتها في مجال البحث العلمي وخدمة الوطن، وأعلن عن الموافقة على توسعة جديدة لمبنى الكلية تضيف لها إمكانيات وبنية تحتية تخدم توجهات الجامعة. فيما أشار مدير الجامعة في كلمته إلى أن كلية الهندسة تعد أكبر كلية في منطقة الخليج العربي، وهي المصنع الأول لإنتاج الشباب السعودي المؤهل في العلوم الهندسية. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، إن المسؤولية المطلوبة من المؤسسة العريقة أكبر من تلك المطلوبة من المؤسسة الوليدة، وها هي كلية الهندسة بجامعة الملك سعود تبلغ عامها 50، وهو عمر كبير قياساً إلى الكليات المناظرة لها في جامعات المملكة، وهي بهذا العمر تعد أكبر كلية للهندسة في منطقة الخليج العربي. ولا شك أن هذه الكلية تعي حجم المسؤوليات التي تتحملها من وراء ذلك، فهي يجب أن تكون بيت الخبرة الأول في العلوم الهندسية في المملكة، والمصنع الأول لإنتاج الشباب السعودي المؤهل في كل العلوم الهندسية، والأنموذج الأول في السمات التي يجب أن تكون عليها الكليات من حيث نشاط الإنتاج البحثي والقوة الأكاديمية وجودة الممارسات التدريسية وصلابة التأهيل العلمي. وهذه السمات ليست جديدة في كلية الهندسة، بل رسالة وأمانة تلتزم بها، ولعل أقرب أدلتها أن 10% من طلاب الكلية يحصلون على عقود للتوظيف قبل تخرجهم من الكلية، وهذا مؤشر على جودة التأهيل وكفاءة المنتج. وتحدث مساعد مدير عام منظمة اليونسكو عن الشراكة بين كلية الهندسة والمنظمة، والتي بدأت منذ عام 1382 هجرية، عندما أنشئت الكلية بتعاون بين حكومة المملكة ومنظمة اليونسكو ككلية مستقلة لتنضم بعد 5 سنوات إلى جامعة الملك سعود. بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي يحكي تاريخ كلية الهندسة ودورها في بناء وتنمية الوطن، كما شهد الحفل تدشين عدد من بوابات التعاملات الإلكترونية التي تخدم طلاب الكلية. وألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب كلمة تحدث فيها عن الإنجازات الكبيرة والعطاء الذي قدمته الكلية للوطن. إن المقام لا يتسع لحصر الإنجازات الكبيرة والعطاء المتواصل الذي قدمته كلية الهندسة بجامعة الملك سعود منذ إنشائها، وما قدمه خريجوها من المهندسين، إلا أن من المناسب الإشارة أن هذا الصرح العلمي قدم لبلادنا أكثر من 9000 مهندس
تقلد الكثير منهم مناصب قيادية رفيعة على المستوى المحلي والإقليم، فضلاً عما قاموا به من ابتكارات واختراعات ودراسات علمية وأكاديمية كانت زاداً متجدداً لبرامج التنمية الوطنية، إلى جانب الاستشارات العلمية والتخصصية التي استفاد منها عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعات الخاصة ومؤسسات المجتمع عموماً، لا سيما في ظل التوجه الجديد لجامعة الملك سعود نحو مجتمع المعرفة والاقتصاد وغيرها من الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها. ومن خلال سعي الكلية لتكوين كلية عالمية رائدة في مجال التعليم الهندسي والبحوث المبتكرة وبناء مجتمع المعرفة، نجحت في الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج مرحلة البكالوريوس من هيئة الاعتماد الأكاديمي الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا، وتمنح الكلية عدداً كبيراً من براءات الاختراع من بين الكليات الهندسة بالمملكة والخليج. كما تجري الكلية 300 بحث سنوي محكماً في مجالات علمية معتمدة. أيها الأخوة الكرام، إن الجميع يدرك أن المهندس السعودي يعد طاقة من الطاقات الفاعلة في هذا الوطن، ولبنة أساسية من لبنات الثروة البشرية، ولذا فأنه بحاجة أن يهيئ له المزيد من فرص النجاح والدعم والبيئة المواتية للعطاء والبذل، ليسهموا في إيجاد حلول إبداعية لكثير من الإشكالات التي تعاني منها المدن والمجتمعات، إلى جانب إسهامهم في دفع عجلة التنمية في القطاعات الصناعية والعمرانية وغيرها من القطاعات التي تمثل مهنة الهندسة حجرة الزاوية فيها. وهذا بلا شك يتطلب قدراً كبيراً من التفاعل والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً في المجال الهندسي وما يرتبط بها من مجالات أخرى. وفي هذه المناسبة الكريمة لا يفوتني أن أشير إلى التعاون التقني والاستشاري الكبير بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وجامعة الملك سعود، ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والاستشارات، للقيام بالعديد من الدراسات في المجالات الفنية وتخطيط المدن، إضافة إلى التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لطلاب الكلية في مجال المساحة والخرائط والاستشعار عن بعد للاستفادة من التقنيات الحديثة بالوزارة، وكذلك تقديم كل ما يحتاجه أساتذة الكلية وطلابها من معلومات مكانية مثل الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية ونقاط الثوابت الجيودسية لربط الجوانب النظرية والأكاديمية بالعمل التطبيقي من خلال مشروعات الوزارة المتعددة. وفي هذه المناسبة أعبر عن شكري لمعالي مدير الجامعة وسعادة عميد كلية الهندسة والقائمين عليها على الإعداد والتنظيم لهذا اللقاء الطيب، مع كل التمنيات لنا جميعا بالمزيد من التميز والنجاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضاه، وأن يحفظ لهذا الوطن الغالي أمنه ورخاه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز. الله يحفظهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الحفل تكريم عمداء كلية الهندسة القدامى والذين قدموا إسهامات مميزة في مسيرتها، كما تم تكريم الهيئات والشركات الراعية للحفل. صاحب الحفل معرض يوم المهنة افتتحه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، عرضت فيه الكلية مراحل تطورها منذ إنشائها كأول كلية هندسة في الخليج العربي، والتطورات النوعية التي مرت بها وإنجازات منسوبيها العلمية. شارك في معرض يوم المهنة أكثر من 40 من كبريات الهيئات والشركات التي تستقطب خريجي الكلية في مختلف التخصصات، قدمت معلومات عنها وعن الفرص الوظيفية المتاحة لديها لخريجي الهندسة. هدف المعرض إلى توثيق العلاقة بين الكلية وجهات العمل، وتوعية الطلاب بالمستقبل الوظيفي لمختلف التخصصات، وتأهيلهم وتدريبهم على إعداد السير الذاتية ومهارات الأداء في مقابلات التوظيف. نظم قسم جراحة العظام ومركز التعليم الطبي المستمر
وكرسي أبحاث انحرافات العمود الفقري، وكرسي أبحاث جراحة العظام بكلية الطب، المؤتمر الرابع لجراحة عظام الأطفال. رعى افتتاح المؤتمر عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية الدكتور مبارك آل فاران بحضور الدكتور عبد المنعم الصديقي رئيس المؤتمر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، والدكتور فوزي الجاسر رئيس قسم جراحة العظام. شارك في المؤتمر خبراء عالميون في تخصص جراحة عظام الأطفال من أمريكا وكندا وتركيا ومصر، إضافة إلى استشاريين وأطباء وإخصائي علاج طبيعي من داخل المملكة. شهد افتتاح المؤتمر تكريم المشاركين والمتحدثين فيه. صاحب المؤتمر معرض شاركت فيه العديد من المؤسسات والشركات الطبية، عرضت أحدث المستجدات والمعدات في مجال طب وجراحة العظام. تناول المؤتمر أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لخلع الورك المفصلي لدى الأطفال، وناقش آخر المستجدات في تشخيص وعلاج انحرافات العمود الفقري وتشوهات الأقدام والإصابات والكسور لدى الأطفال والمراهقين. الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين، ويعد انعكاسا للتقدم الذي تعيشه المملكة من الناحية الطبية والعلمية، وهو تأكيد لمكانة الطبيب السعودي الذي أصبح منافسا حقيقيا في كافة المجالات. المؤتمر هذا من سلسلة مؤتمرات يقوم فيها قسم جراحة العظام سنويا لإثراء الناحية العلمية والتواصل مع الأخوان داخل المملكة وخارج المملكة في سبيل إيصال المعلومة لأخواننا المتدربين لأخواننا الممارسين. الجميل هو التواجد والحضور المميز. أرجو من الله العلي القدير أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير للجيل الجديد من أطباء جراحة العظام، وخصوصا من لهم توجه لأن يكونوا متخصصين في جراحة عظام الأطفال. نظم كرسي الأمير متعب بن عبد الله لأبحاث المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام ورشة عمل عن فيتامين دال. افتتح الورشة التي أقيمت بفندق هوليدي إن بالرياض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري بحضور المشرف على الكرسي الدكتور ناصر الداغري. شارك في الورشة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بالإضافة إلى 13 متحدثا من المملكة، وحضره العديد من المتخصصين في مجال طب وجراحة العظام. ناقشت الورشة نقص فيتامين دال وأسبابه وطرق تشخيصه والأمراض التي يسببها وآخر المستجدات في علاجه. شهد افتتاح الورشة تكريم الداعمين لكرسي الأمير متعب بن عبد الله لأبحاث المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام الذي يحتضنه قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم. هذا الموضوع أنا لا أعتقد أنه مهم جدا، موضوع تشخيص فيتامين دال اللي له علاقة كبيرة جدا في موضوع هشاشة العظام. طبعا كرسي صاحب سمو الملك الأمير متعب بن عبد الله للمؤشرات الحيوية، لأبحاث المؤشرات الحيوية في هشاشة العظام يقيم هذه الورشة. الهدف من الورشة هذه هو تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم جدا، واللي بالفعل أصبح يعني كظاهرة مرضية ينتشر في المملكة بسبب طبعا طبيعة البيئة عندنا. واليوم يعني نهدف من هذه الورشة وشيء التوعية والتثقيف وأيضا تقديم الأبحاث العلمية اللي أجريت في هذا الشأن، والقصد منها هو بالفعل هو وشيء تقدم في مجال المعرفة الإنسانية والمعرفة العلمية في هذا المجال، وأيضا معالجة مشاكل المجتمع والتوعية بمثل هذه الأمراض. طبعا عندنا موضوع برامج كراسي الأبحاث، هذا واحد من الكراسي. عندنا حوالي 110 كرسي الآن في جامعة الملك سعود، كل كرسي من هذه الكراسي يحاول الحقيقة أنه يكون له دورين، دور تثقيفي وتوعوي ودور بحثي علمي. والحمد لله يعني كان يعني برنامج كراسي الأبحاث في جامعة الملك سعود برنامج فاعل جدا، ساهم بعدد كبير جدا من الأبحاث وبراءات الاختراع والدورات التدريبية والندوات وشراف على برامج دراسات عليا وما إلى ذلك. هذا البرنامج برنامج فاعل، ونحن طبعا نتقدم بخاص الشكر والتقدير لجميع الممولين لبرنامج كراسي البحث، ونطمع أيضا بالمزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع. يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن لهذه الكراسي أيضا أن تؤدي الرسالة اللي وجدت من أجلها إلا من خلال الدعم المالي اللي يقدم من طبعا الشخصيات العامة عندنا في المملكة ورجال الأعمال ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.
فطبعا نحن بالفعل ننتظر منهم مزيدا من الدعم حتى نؤدي الرسالة اللي مطلوبة من جامعة الملك سعود في هذا الشأن. الجامعة هي جزء من المجتمع، معنية بتطوير المجتمع، معنية بمعالجة المشاكل اللي يواجهها المجتمع سواء كانت صحية أو علمية أو اجتماعية أو إنسانية، وهذا طبعا واحد من الأدوار التي تقوم فيها الجامعة في هذا الشأن. كرسي أمير متر بن عبد الله لهشاشة العظام أنشئ لدراسة الأبحاث المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام، ونحاول قدر المستطاع من هذا الكرسي أن نجد المسببات الحقيقية وكيف نكتشف هذا المرض في سن مبكرة حتى يمكن أننا نعالج من هذا من هذا المرض. سوف نتطرق اليوم في هذه الورشة إلى مسببات نقص فيتامين د، إلى طرق الوقاية والعلاج منه، إلى علاقته بالأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها، إلى كيفية تشخيصه، وسوف نحاول قدر الإمكان أن نقدم ونثقف الممارسين في الكادر الصحي سواء ممرضين أو أخصائي تغذية بإيصال ما هو جديد لهم عن نقص فيتامين د. تحت عنوان أهداف ونتائج مشاركة جامعة الملك سعود في الرحلة العلمية إلى القطب الجنوبي، نظمت الجمعية الجغرافية السعودية محاضرة عامة قدمها البروفيسور عبد العزيز باللعبون المستشار الجيولوجي والباحث الميداني والمستكشف، عضو هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا والجيوفيزياء في كلية العلوم بجامعة الملك سعود. قدم البروفيسور عبد العزيز معلومات حول البعثة الاستكشافية العلمية للقارة القطبية الجنوبية التي نظمتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية وضمت 96 باحثا في مختلف التخصصات العلمية يمثلون 20 دولة، وشارك فيها البروفيسور عبد العزيز ممثلا عن المملكة. بدأت الرحلة الاستكشافية في 27 من ديسمبر عام 2012 واستمرت 25 يوما، وهدفت إلى إجراء دراسات علمية حول الجيولوجية ومناخ القارة القطبية الجنوبية والحياة الفطرية بها. وبين البروفيسور عبد العزيز أن قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء في كلية العلوم بادر بالمشاركة في هذه البعثة الاستكشافية العلمية لأهميتها وعلاقتها بما اكتشف حديثا من صخور جليدية في منطقة مدين في أقصى الشمال الغربي للمملكة. تعد مشاركة جامعة الملك سعود في هذا البحث الميداني المتميز إنجازا في مجال البحث العلمي يحسب للوطن. زار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري مركز تقنيات الطاقة المستدامة بكلية الهندسة، وتفقد مرافق المركز ومختبراته، كما اجتمع بأعضاء المجموعات البحثية واستمع إلى شرح عن إنجازات المركز وتطلعاته. هدفت الزيارة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه أعضاء المجموعات البحثية والعمل على تذليلها وتوفير كافة الإمكانات التي تسهم في نجاحها والارتقاء بمستوى مخرجاتها البحثية. الجدير بالذكر أن برنامج تقنيات الطاقة المستدامة يعد أحد البرامج التطويرية التي أطلقتها جامعة الملك سعود تلبية لمتطلبات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية وتفعيلا لرؤية المملكة في مجال الطاقة، وهو برنامج يعنى بأبحاث الطاقة النووية والطاقات المتجددة. بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب نظم النادي الأدبي بجامعة الملك سعود محاضرة بعنوان أباطيل في الأدب والتاريخ. ألقى المحاضرة الأستاذ محمد عبد الكريم فارع المحاضر بقسم اللغة العربية وآدابها. عرف المحاضر الأباطيل بأنها تلك الروايات التي وردت في كتب الأدب والتاريخ وتعامل الناس معها على أنها حقيقة وهي لا صحة ولا أصل لها. وضرب الأستاذ عبد الكريم مثلا بالأباطيل التاريخية رواية وردت في كتاب فتوح الشام للواقدي، تحدثت عن امرأة فارسة تدعى خولة بنت الأزور اقتحمت صفوف الجيش الروماني أثناء غزو خالد بن الوليد للروم لتنقذ أخاها من الأسر. وأكد المحاضر أن تلك المرأة شخصية وهمية وأسطورية، ورغم ذلك انتشرت بين الناس لدرجة أنهم بنوا لها ضريحا يزار في سوريا. كما ضرب المحاضر مثلا بأباطيل الأدب برواية تدعي شدة بخل الأمير أبي جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية. شهدت المحاضرة حضورا وتفاعلا من المهتمين بالأدب والتاريخ. إلى هنا أعزائي نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.